هذا سائل يقول: إذا توضأ شخص بأن دخل بكامل بدنه في البحر ثم خرج، كيف يأتي بشرط الترتيب والموالاة؟ إذا دخل انغمس في البحر ناويا الوضوء فإنه يرتفع حدثه بذلك، يرتفع حدثه بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعض العلماء يقول يخرج مرتبا، يخرج رأسه أول وجهه ثم يديه ثم يخرج مرتبا مراعاة للموالاة.